أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. أعلن جي أس البنك الباكستاني عن الافتتاح الرسمي لأول فروعه خارج باكستان في مملكة البحرين بهدف تعزيز أعماله في منطقة الخليج واتخاذها نقطة انطلاق للتوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أكد رئيس مجلس إدارة جي أس بنك جهانجير صديقي في مؤتمر صحفي بالمرفأ المالي مسعى البنك في تعزيز العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان. وقد أوضح رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيعمل على خدمة الشركات والأعمال الإقليمية والتي لها مصالح في باكستان، إضافة إلى المغتربين الباكستانيين غير المقيمين والبنوك الباكستانية التي لا يوجد لها فروع خارج البلاد، إضافة إلى الهيئات الحكومية الباكستانية. لطالما كانت منطقة دول الخليج من الأسواق المهمة والمستهدفة لدينا، وقد اخترنا البحرين عن دونها من الأسواق بفضل ازدهار قطاع الأعمال المصرفية في المملكة والذي يجتذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية كل يوم، إضافة إلى عمق العلاقات التجارية التاريخية بين البلدين. نحن نسعى الآن إلى تطوير المزيد من العلاقات التجارية في المنطقة من خلال تواجدنا الفعلي في المملكة، وسيكون فرعنا في البحرين ملتزم بتقديم أعلى مستوى من الخدمات والمنتجات المصرفية. كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي البحرين عبد الحكيم الخياط للنشرة الاقتصادية عن وجود مباحثات لبعض المؤسسات المالية العاملة في المملكة للاندماج بغية تنمية أعمالها ومواجهة ضغوط نقص السيولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. لا أعلم عن اندماجات قريبة جداً، ولكن أعلم أن هناك من يقوم بدراسة هذا الجانب لتحقيق أفضل النتائج لمؤسسته أو لمصرفه. إنما في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الفرص تتاح بشكل أكبر لمن يترقب ويعمل بجد في هذا المجال. فكما تعلم أن الظروف الاقتصادية أحياناً تكون يعني مصدر فرص للكثير من المستثمرين،